جايز مثل ما انتم شايفين حاليا نحن ببيت جديد، طبعا حتشوفوا كل شيء بعدين، بس حاليا حاملكم جوله صغيره لان انا مش مهتم للموضوع انه انا واسامه سكننا مع بعض. يا زباله يا لو يعرفوا بس التفاصيل، لو تعرفوا انتم قديش بس ايد لا رجلي لحتى اجي. يس فور جايز، هذا هو مبدئيا البيت، ان شاء الله يكون عجبكم، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. يلا شوفوا فيديو اللي بدي اياكم تشوفوه، اهم شيء اللي هو الاطلاله. الله وين قلت لي بحر وقصر؟ انت بتشغل التلفزيون هون بحر. انت قلت لي على التلفزيون قلت لي بحر هونيك يا زلمه بسرعه. هذاك بحر بلا والله. والله بحر. هذا هو البيت، اعتقد انه كثير مرتب وما خرجنا، فلازم نشوف بيت موسخ صراحه. هون المطبخ مثل ما انتم شايفين، هون في حمام. تعالوا اورجيكم. سري سري سري. غرفه اسامه هون. اسمع بتعرف شو المشكله؟ انه لهلا نحن قاعدين نتخانق هاي غرفه مين، ولهلا ما حدا نام فيها، كنا عم ننام بالغرفه الثانيه، فبتشوف هالغرفه دائما نظيفه. هاي غرفتك. هاي غرفتك. هاي غرفتك. هاي غرفتك. تعال اورجيك ليش هاي غرفتي. تعال اورجيك ليش هاي غرفتي. هاي غرفتي لانه هذا الشامبو تبعي. هاي طاقيه مين كدليل؟ طاقيه مين هاي؟ طيب ما انت بتنام هون على الارض. لا انا حاطط الطاقيه هون بس تحمست ووقعت. المهم جايز هاي الغرفه الثانيه، ان شاء الله تكون عجبتكم. بس هيك جايز، ما في اشياء جديده. شوف شوف النوري، شوف النوري بس. حياة الله نوري. شو ها؟ شو ها؟ لا 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 هي مو بارتا. اوه شفت وين بعمل شعر كمان؟ الله! اوه بتعمل بيوتي هيك. يس واضح مشارك الجميل. طبعا انت حرام الواحد يعتمد عليك. ليش؟ الناس عرفوا حياتهم من وراك. عشو؟ على الغنية. لك والله انا لمحت مرة واحدة على اساس انه حننزل غنية واخر شيء انت سحبت علي الغنية. بتعرف شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ اول شيء اللحن كان خربان، ثاني شيء صوتك صوتك زبالة على الحالتين، اللابتوب تبعي بعدين ضاع عليك كل شيء، فتحملونا وتحملونا شوي. والله بتستاهل غنية، كلماتها كثير قوية ولحنها اول مرة بتسمعوه والصوت حيصدمكم. هذا شيء اكيد. يعني انا ابن البطة السوداء انا ما بقدر صوت. يعني هلا والله بدي اسك فاميلي. اوف لا مو اسك فاميلي. شو هاي كان؟ انا صالة ف زياد وسارة. زياد وسارة. ما انتم مش فاميلي؟ ما في بيبي. ما في بيبي يا حرام. يا حرام. انت رفيق انت. لا بمزح. لك اسمي زياد انا. انت زياد؟ ايه. كسر راسك معلمك، كسر راسك ندل سافل منحوم. شو هالحلاوة هي ابو الزوز؟ حبيب القلب. حبيبي شو لا شو انا بوشك يعني شو عم بحكي مع زياد انا شوفي والله هو 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 زلمي عم يتغزل بطالع هيك قميص سنه سنه ساره عنه. ساره معلش هو هو شوي ميوله شبابي الله يسامحك معلش عادي الله يسامحك عادي شوف, شوف حتى عمور نفس الشيء اذا نزلتك على دفتر ليلي بتعطيني الجواز الكندي انا جاهز انا بقبلك برا انا ساره انزلي انزلي لا اوسي لا هلا عمرته هلا والله كله عشان الجنسية هلا هلا معلمك كسر راسك عمى بس والله حلو اي طبعا من وين شاري؟ ما بعرف فكرته زياد الكفر الكفر يا حقير هي 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 عمور اللي مصورها صحيح حقها مصاري تعرف هي الصورة كم لايك حتجيب؟ كم؟ 100,000 مبدئيا راح عليك خلص زوجك حاط عينه على أسامة بنحب نعلن لا 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 أسامة وزياد حبايب مش حبايب أصدقاء زوج وزوج أصدقاء زوج وزوج والله فكرت فيه شو مصلحتي شو مصلحتك صحيح والله مو طالع بشيء خلص ما رفيقك أنا سنة سنة خلينا نشوف ما يعديها أصلا والله ما في شيء يا زلمة شو شو سنة خلينا نتأكد برانتو صاير زي نتفلكس إذا بتدخل كل شيء فيها خلص شو يعني ما في تلاقيهم حاطين فجأة بيطلعوا لك ريمبو اوكي تايم جبتك انا هلا لهون مشان اعمل معك تحدي ومشان فيدك كمان بنفس الوقت تحدياتك السخيفة يا زلمة انا تحدياتي السخيفة يا كلبي اصر ماي انا لو انك جاي زيارة كنت هلا بهدلتك التحدي هو فايدة لك مبدئيا هو مش تحدي انا انت حتطلع بالفايدة بس انه معك 10 دقائق تفوت على هذا المحل تشتري اللي بدك اياه يعني فيني اشتري بلاي ستيشن؟ للاسف ما في بلاي ستيشن ابدا يعني فيني اشتري 3 بلاي ستيشن؟ ما في بلاي ستيشن جوا فيني اشتري قد ما بدي بلاي ستيشن؟ ما في بلاي ستيشن انت عبيط ما في بلاي ستيشن جوا المحل اللي جايبني عليه دي تو دي شو اسمه؟ دي تو دي شو اسمه؟ دي تو دي اسمه دي تو دي دي تو دي ايه هذا اغلى محل فيك يا امارات والله اغلى شيء بدرهمين انا انت قلت لي اي شيء بدي اياه انت قلت لي اي شيء بدي اياه بدي بلاي ستيشن شوف اذا في بلاي ستيشن خذها معك 10 دقائق حاعطيك بطاطي انا من هلا من هون شو راح احط بالسله راح تشتري لي اياها راح اشتري لك اياها بس معك اوكي معك 10 دقائق ماشي اوكي هاي 10 دقائق مشان لا تقولوا لي انه تايم عم يغش او غيث نسي أوكي. اوكي يلا امسك حبيبي انا امسك؟ ايه لا انت بدك تمسك مشان ما تقلع الشاشة اصلا انا بدك تمسك 3 2 1 بلش 10 دقائق 10 دقائق يا تمتم لا انت عن جد شكلك فايت بس بدك تشتري بلاي ستيشن هذا بتعرف شو بدي اسوي فيه؟ شو؟ بدي رسالة اكتب لك فيه
رزق لي تمي؟ ايوه دبدوب احمر. لمين هذا؟ طالع لك ابوه. انا امتى بجيب دبدوب حمراء انا ولا؟ كم راح من الوقت؟ بعد معك دقيق 8 دقائق. طيب عم تمزح. من دقايق وما اخذ غير دبدوب. مين اخذ لك عقلك؟ شو هاي؟ مرايه. ليه مرايه؟ للمة. للمة؟ اه بتفكر بغيرك انت. اوكي ممتاز. والله هذا طلع معه مش بخساره ابدا. شو هاي؟ ساعه. ساعه؟ ليه؟ ما بعرف. اه بس هيك هي؟ اوكي واو. شو؟ جعبالي روح على هواوي اشتري ساعه هواوي. بو. الله خلص هواوي بده ساعه. شو هاي؟ هاي دائما بدي شمسيه. ليه بدك شمسيه؟ مشان انت سوريا برو؟ مشان سوريا؟ انت عم تفكر بسوريا من هلا؟ ايه عادي برو. عادي؟ لما عم تشتري لي الشمسيات. الشمسيات اه على اساس انت طلعاتك ما شاء الله حاسك باريس. شو هاي؟ هاي مسدس. ليش مسدس؟ لإلك مشان تلعب فيه. لإلي يا كلب مسدس؟ لعبة لعبة. اه بو مسبح. مسبح؟ لإلك كمان. لإلي؟ ايه. هذا مسبح لي؟ هذا مسبح بيقدم. هذا بساعة اجري. بتعرف قد ايه باقي من الوقت تبعك؟ طيب باقي 6 دقائق يعني خذ راحتك خذ راحتك ما عندك شيء. واو كثير حلوة. شو هاي؟ ما بعرف بس كتير حلوة. شو اللي عجبك فيه؟ شو شو؟ ما بعرف بس كتير حلوة بو. خذها. لا بقتلك. يلعن شكلك. خذ. لا لا واو ما أنا عمل مخدة رح أخذ. أنت كل شيء واو عندك؟ تاني بحب أقول لك إنه باقي 5 دقايق يا حبيبي. أي أي أي. شو هذا؟ هاي حلوة. حلوة صح؟ مع إنه لسه ما شميت ريحتها. بلكي بلكي طلعوا نصابين خاص وقتها. أي خذها طبعاً. أي ماشي يلا. أوه. هاي هدية مني إلك مشان أنزل لك تمك. واو شو هاي؟ واي الكهرباء. شو اللي شو هاي؟ بدي إياها بعتازة. شو بتحتاجها؟ سنة يا أخي بخي عن لمبة ولا؟ ها شو بتحتاجها؟ انشحنت؟ شو اللي واو؟ هذا العصير كثير بحبه. ماما كل يوم كانت تشربني منه. شو هو؟ هذا العصير. حبيبي هذا كلور. هذا عصير كلور. انت بتشرب هذا؟ ايه هدول اثنين برو. الاثنين بتشربهم؟ ايه ما شاء الله. ماما شو كنت تشربينه ونحن صغار؟ اوبا باي دقيقتين تمتم. ما اخذت شيء هلا الا مخده ودبدوب. تيم بعد معك دقيقتين انت ما اخذت ولا شيء تستوب. ايوه شو هاي لعبه؟ هاي باربي لشو؟ هاي لرفيقتي. والله عندك رفيقه؟ اسمها غيث. أوه. ليش اثنتين؟ هاي ما بعرف لشو بس. ما بتعرف لشو بس اخذتها؟ ايه طبعا ايه طبعا. تايم بعد معك 50 ثانية انت الحق ما تلحق. ايوه توختني انت. ايوه شو هاي؟ شو هاي اللي شو هدول اللي عم تاخذهم؟ شو هاي؟ هاي سحلية مثلك. مثلي سحلية؟ لشو هاي شهادة؟ عادي باخذها بو مشان ابين العالم انه انا مجتهد. تايم مروان المجتهد الكبير. الله اكبر خلص الوقت حبيب قلبي. مبدئيا الكل عم بيطلع فيني وعم بيقول لي ما شاء الله. طبعا شاف انه قال مين هاللي ابوه خروف. مش ابوه اخوه خروف. مين هالاخوه خروف اللي شايب له كل هدول؟ برو بدي اخذ هي. لا حبيبي رجع بليز حتى لو ما عم نعمل تحدي. لا مين 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 اذا تريد تحدي تحدي. والله بدفعك حقه والله. شو هاد؟ شو هيدول جبتهم؟ جل حلاقة للدقن هاد. شو هاد؟ برو هذا حتى اصب الدقن لانه عم ربي دقن. عم تربي شو؟ عم ربي دقن مشان يصير دقني حلو. وين دقنك؟ هون ها؟ شايفه؟ ايه والله عن جد باين سميكة. شو هاد؟ يلا خلص عادي. عادي ايه طبعا عادي. هاي لمين؟ لإلي. لإلا شو هاد؟ هاي كمان بتعرف شو هاي؟ شو هاد؟ والله ولا أنا عارف. هاي نفس هاي نفس هديك. جايز مبدئياً تايم أخذ أكثر أشياء ممكن ما يحتاجها في حياته. شو هاي؟ أي من جبتها؟ ما بعرف. أنت اللي جبتها شكلك. أنا ليش بدي أجيبها؟ أحسن يلا عادي إذا بدك تجيبها عادي. ووو هاي اللي اشتريتها. أنت شو عاجبك بهاي؟ ما بعرف بو يعني مفرقة بخسرك فلوس أحسن. آه أوكي. هيك. اه اذا هيك اوكي انا اقتنعت. آه لو سمحت رجع العرباي. انا بدي ارجعها انت رجعها غصبا عنك بدك ترجعها. مود ربك اني ما اشتريت كثير شغلات. شايف اطول مني. المهم مبروك. اوه اعطيتك اشياء فري. والله الفري اغلى من اللي جبناه. والله عطر وماسك. هاي هاي لولو. هاي لولو اعطيني بوس. الله شو الحلاوه هاي. وشني انا الحلو. شو حبيبي انت جايب لي المول على البيت ولا شو؟ انا قلت لاخوك 10 دقائق فوت اشتري اللي بدك اياه. شوف شو جاب لي. شو
شفتي دبدوب احمر احذري ليش؟ ليش؟ ما بعرف اساليه شو حابب يا اخ؟ جايز هدول اولاد عمي الصراصير ابوشني انا الصراصير روح اشتري شيء لك انت بنت شو هاد؟ انت ما فاهمه هاي لرفيقته لرفيقتي اسمها غيس الله يلعن شكلك انا قلبت كمامات صاحب واجب تو والله يعطوه اياها فري جايب شفره حلاق الدقن مشان لما اربي دقن اوه يطلع ولا بدك تخزنها من هون لتربي دقن انا برايي بحياتك بقى لا تجرب هالتجربه ولا تخوضها انا وديته على ارخص محل في العالم مشان ما يشتري غراض دفعك 10000 عم دفعني فلوس على الفاضي يعني يا ريت اخذ شيء مفيد يا ويلك تطلب مني مصاري من هون للسنه كيف بدي مصاري لاخر السنه تعي له شو بدنا فيه انت اعطيني هذا تعال ابو شنو ابو شنو رود مش ولاد